خلينا نبتدي بالأخبار اللي معانا كالمعتاد. وزارة الداخلية نظمت الملتقى الرابع لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة بمدينة بورسعيد علشان يشوفوا معالم المحافظة والمشاريع القومية فيها، وده في إطار مبادرة كلنا واحد جيل جديد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية. كمان امبارح مجلس النواب وافق بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين. القانون هدفه وضع تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذا طبعا للالتزام الدستوري بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات وتوفير الرعاية الكاملة لهم. أخبار كتيرة حصلت امبارح، أبرزها تنظيم وزارة الداخلية الملتقى الرابع لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة بمدينة بورسعيد لمشاهدة معالم المحافظة والمشاريع القومية بها في إطار مبادرة كلنا واحد جيل جديد تحت رعاية رئيس الجمهورية. امبارح وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين. يهدف القانون لإعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات. وتضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، مع توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة مناسبة والمشاركة في الحياة العامة. امبارح شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مناقشة البحث الرئيسي لكلية القادة والأركان اللي تناول الاستعداد القتالي للقوات المسلحة في ظل التطور التكنولوجي لمختلف وسائل الصراع وعقائد القتال الحديثة اللي بيأتي في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة، وده بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة. وألقى اللواء أركان حرب أحمد محمود صفي الدين مدير كلية القادة والأركان كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لتطوير الفكر العسكري والارتقاء ببرامج الإعداد والتأهيل العلمي لدارسي الكلية بما يمكنهم من تنفيذ المهام المستقبلية على الوجه الأمثل. امبارح بدأت محافظة الجيزة استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والتوسع في إنشاء شوادر ومنافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة لتوفير احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عنهم. المحافظة هذا العام بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين هتقيم 10 معارض لأهلاً رمضان، أبرزها في العمرانية والمنيب وإمبابة والدقي والبدرشين وأبو النمرس وأطفيح. أما بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي محافظة البحيرة تمت الموافقة على إقامة 16 مشروع استثماري جديد، وفي أسيوط تم التشغيل التجريبي لمحطة مياه شرب الهلالي، وده طبعا بعد أعمال التجديد. كمان في البحر الأحمر تم استقبال 52 رحلة طيران على متنها 10,000 سائح بالغردقة ومرسى علم، وفي مطروح تم توزيع 15 طن تقاوي قمح على مزارعي سيوة لأول مرة. خلينا نتابع التفاصيل أكتر عن المحافظات في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في البحيرة وافقت اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة على إقامة 16 مشروع استثماري في مجالات متنوعة تتنوع ما بين التصنيع والإنتاج الحيواني وتعبئة وحفظ الحاصلات الزراعية والأسمدة والزيوت النباتية، خاصة أن البحيرة محافظة جاذبة للاستثمار ولديها كافة المقومات الاستثمارية والبيئة مع توفير تيسيرات للمستثمرين الجادين. فأسيوط شهدت المحافظة التشغيل التجريبي لمحطة مياه الشرب الهلالي الجديدة التشيكي سابقاً، وجرى إحلالها وتجديدها بتكلفة 245 مليون جنيه لخدمة مدينة أسيوط والتوسعات العمرانية لها، وده في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حالياً لتلبية الطلبات المتزايدة على المياه وتوفير حياة كريمة للمواطن. في سوهاج أعلنت مزارع الجامعة إنها حققت إيرادات تجاوزت 1,200,000 جنيه خلال الأشهر الماضية، وتم طرح أصناف من تقاوي القمح والبصل ذي الجودة العالية بالأسواق ضمن الدور المجتمعي والخدمي لتحقيق التنمية المستدامة وتماشياً مع سياسة الدولة 2030.
في بني سويف أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن أماكن انقطاع المياه عن 4 قرى هي منشأة عبد الصمد، منهرو، وش الباب، ونينا بمركز إهناسيا، اعتباراً من الساعة 8 صباح اليوم الثلاث وحتى الساعة 9 مساءً من نفس اليوم، نظراً لتطهير محطة مياه منشأة عبد الصمد، مما يستلزم توقفها خلال أعمال التطهير لضمان انتظام تقديم الخدمة. في البحر الأحمر استقبلت مدينة الغردقة ومرسى علم 52 رحلة طيران دولية تقل على متنها قرابة 10,000 سائح، وده في إطار استمرارية تواصل الرحلات الجوية باتجاه مطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين بالبحر الأحمر. وأظهرت جداول الوصول للمطارين استقبال رحلات من مختلف المطارات الدولية والأوروبية. في الإسماعيلية أعلن فرع الرعاية الصحية عن وصول دفعة جديدة من أسرة العناية المركزة للمستشفيات ضمن خدمات التطوير اللي بتشهدها المحافظة، مع توفير أحدث التقنيات والمعدات الطبية اللازمة لضمان تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى والعمل على القضاء على قوائم الانتظار للحالات الأكثر احتياجاً للرعاية المركزة. في مطروح قامت مديرية الزراعة بتوزيع 15 طن تقاوي قمح لأول مرة على مزارعي سيوة بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، وتم عمل حقول إرشاد زراعي للأصناف المحسنة للقمح وتنظيم قوافل إرشادية للمزارعين.